طيب ان شاء الله هنكمل النهارده بقيه المواضيع اللي كنا بدأناها. احنا كنا اتكلمنا على شويه سيرفيس قبل كده لو انتوا فاكرين، كنا اتكلمنا على الاي اس كازي، واتكلمنا على ان اف اس، واتكلمنا على الاف تي بي كمان. تعال النهارده نقل كمان على موضوع الويب سيرفرز. خلاص ونتكلم تحديدا على اشهر ويب سيرفر موجود حاليا، هو اللي هو الاباتشي سيرفر. ماشي كده تمام، ده الموضوع الرئيسي بتاعنا النهارده ان شاء الله. يعني اعتقد ان احنا مش هنلحق نكمله كله، عايزين نبص على الكونفيجريشن كله على السريع كده، لان الاباتشي الكونفيجريشن بتاعه كبير جدا. تعال نبص عليه، نحاول نغطي او نكفر كل المواضيع او الكي بوينتس اللي موجوده في الاباتشي قدر الامكان. يعني الاباتشي بكل بساطه هو اعتقد انه واحد من اكبر الاسباب ان اللينكس سيطر على عالم السيرفرات الموجوده في العالم، ان لم يكن اكبر سبب موجود. بشكل عام الويب سيرفرز بشكل عام، خلينا نتكلم كده على ستاندرد، الويب سيرفرز كلها بتشتغل على البورت رقم 80 تمام كده. ولو انت شغال سكيورد فيرجن بتشتغل على بورت 443، دي الديفولت بورتس اللي بتشتغل عليها الويب سيرفرز تمام. 8080 مش ديفولت بورت بالمناسبه، ده مش ستاندرد بورت. خلاص طيب نرجع تاني لموضوعنا، ليه الاباتشي عمل الشهرة دي؟ لو رجعت وبصيت كده في سنة 98 تقريبا، اللي حصل ان الاباتشي كان هو اول ويب سيرفر مش اول ويب سيرفر، اشهر ويب سيرفر في الوقت ده ابتكر فكرة ان يكون عندك سيرفر واحد، مكنة واحدة، المكنة الواحدة دي بتهوست سايتس كتيرة جدا. في الوقت ده مايكروسوفت والويب سيرفر بتاعهم اي اي اس لما كان موجود، كان المكنه كل مكنه عليها ويب سيرفر واحد بس، مفيش اكتر من كده. فلما الاباتشي جه اشتغل هنا عمل ايه؟ بقت مكنه واحده عليها ويب سيرفر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. فايه اللي حصل في سوق داتا سنتر او مش سوق داتا سنتر، الويب هوستنج بروفايدرز عملوا ايه؟ اختاروا طبعا انه يكون هو الديفولت ويب سيرفر اللي موجود، يعني عشان يوفروا الريسورسز بتاعتهم. لو اتكلمت على توفير بقى العدد الأجهزة وتوفير باور كولينج، تتكلم على دنيا تانية خالص في التوفير يعني. ماشي، فالناس اختاروا وقتها ان هو يكون الديفولت سيرفر. عشان كده الاباتشي من الوقت ده لحد النهاردة فضل مسيطر على سوق السيرفرات، طبعا لانه بدأ بدري جدا. خلاص بكلمك من 98 وكان موجود في سوق داتا سنتر بشكل كبير جدا، بشكل ملحوظ. كانت لو جيت بصيت على معظم الداتا سنترز اللي كانت موجوده في الوقت ده، كان هو يعني يعتبر يعني المسيطر، يعني يكاد يكون اكتر من 95% لوب سيرفرز في الوقت ده كانت عباره عن اباتشي عادي. خلاص طيب كلام جميل. الاباتشي لما سيطر بالمنظر ده، السبورت او الكوميونتي بتاع الاباتشي كبر بشكل كبير جدا، فاتعمل له ادونز كتيره جدا. لو تسمع عن كلمه ادون، ادون ممكن تعتبرها كده زي موديول، ممكن تتكلم عليها كموديول. وموديولز كتيره جدا بقى اتعملت للاباتشي لانه تقريبا هو كان اشهر واحد موجود. موديولز يا سيدي مش عارف تسبورت ان هو يأوثنتيكيت من ال داب، موديول مش عارف تسمح له ان هو يعمل ايه، موديول مش عارف يعمل حاجه تانية وحاجه تالتة وهكذا. موديولز مثلا الاوثنتيكيشن، موديول لان هو يعمل كومبريشن اون فلاي للكونتنت بتاعك، موديول مش عارف ان هو يسبورت كذا. يعني بقى الاباتشي تقريبا ذا موست سبورتد ويب سيرفر ان ذا وورلد بكل بساطه يعني. بس يا سيدي، فعشان كده الاباتشي خد الشهره الرهيبه دي تمام كده. بعد كده على ما مايكروسوفت جت فكرت ده في حاجه اسمها اباتشي موجوده وانت ممكن تهوست اكتر من ويب سيرفر على نفس المكنه، كان خلاص كان الاباتشي زي ما بيقولوا كده بلع السوق، وبقى هو خلاص المسيطر يعني. الحاجة التانية اللي هتلاقيها كمان، أو واحد من الأسباب الرئيسية اللي خلت الأباتشي إن هو يكون كده، إن لما اشتهر في الداتا سنتر إن الأباتشي ده موجود وإنه بلاش مجاني، مش محتاج لايسنس، مش محتاج أي حاجة، ممكن ترن وتهوست أكتر من بساطة على نفس المكنة، بدأوا يسبورت البروجرامينج لانجوج اللي كانت ظاهرة في الوقت ده، واللي كانت بروجرامينج لانجوج تعتبر شبه أسطورية يعني، كانت سهلة جدا زي البي اتش بي. خلاص هي البي اتش بي مش بروجرامنج، هي سكريبتنج لانجوج بغض النظر يعني. نرجع تاني، بقى الاباتشي بيسبورت حاجات تانية مثلا موجودة زي البيرل،
بقى بيسبورت حاجات زي الروبي، بيسبورت حاجات زي البايثون. فتقريبا كده ممكن تعتبر ان الاباتشي بقى اي حاجه كده بتعدي عليه يقول لك انا بديك سبورت ليها يا عم الحاج. ليه؟ لان الكوميونتي بتاعته كبر جدا. فلما الكوميونتي كبر وبدات ناس كتير جدا سبورت الاباتشي، ايه اللي حصل عندك؟ ها بقى الاباتشي ده زي ما بقولوا كده يعني بالبلدي، اي حد بيقول صباح الخير ها هينستول ويب سيرفر، هيبقى اسهل حاجه بالنسبه له انستول الاباتشي وريح دماغك. تمام كده؟ طيب تمام. طبعا ده خلينا نتكلم بشكل واقعي، خلينا نتكلم بشكل واقعي. بس معلش محمد، بس توضيح، الاي اي اس مش بيسبورت اونلي دوت نت، انت ممكن تران بي اتش بي حاليا مع الاي اي اس عادي. خلاص، بس ما اعتقدش ان في حد عاقل هيعمل كده، مفيش حد عاقل هيعمل كده. نرجع تاني لموضوعنا. المهم خلينا نتكلم معاك، انا هتكلم معاك بشكل واقعي. بصراحه يعني بصراحه ان الاباتشي لما كبر واشتهر بالمنظر دون، بقى بالظبط عامل زي الكائن الحلوف بالظبط، بقى عامل زي شخص كل ما يشوف قدامه اي نوع اكل يروح يجري ياكل فيه. فايه اللي حصل؟ تخن قوي وكبر قوي. ماشي، فانت عشان تتيون الاباتشي دون، عشان تيون الاباتشي دون، حاول تعرف ايه اللي انت محتاجه بالظبط من الاباتشي. يعني الاباتشي دلوقتي زي ما قلت لك، المصطلح اللي قلت لك عليه الكائن الحلوف ده، تقريبا بيسبورت اي حاجه. طب ما هو بعد كده خلي بالك، طالما بيسبورت اي حاجه، دي ميزه وعيب في نفس الوقت. ليه؟ لان لو انت جيت عملت انستول للاباتشي وعملت انستول لكل السبورت باكج معاه، انت كده لبست نفسك ووديت نفسك في 60 داهيه. ليه؟ لان تخيل انت جيت عملت، انت عندك ويب سيرفر، الويب سيرفر ده مكتوب بايثون، حلو، انت رحت جاي ورحت عامل انستول للاباتشي وانستول كمان للموديولز اللي بتسبورت البي اتش بي، انت عارف انت كده لبست نفسك ووديت نفسك في مصيبه سوداء. ليه؟ لان لو عندك فلنربيليتي اكتشفوها للبي اتش بي، حتى لو انت ما بتستخدمش بي اتش بي، فانت كده عرضت نفسك للخطر. وصلت؟ فانت حاول دايما، حاول دايما دايما تبقى عارف كويس جدا جدا انت عايز ايه بالظبط من الاباتشي. ودي يعني تعتبرها كده، حطها حلقه في ودنك وانت شغال مع الاباتشي. يعني ما تحاولش تنستول حاجه انت مش محتاجها مع الاباتشي. ليه؟ لان احتمال يظهر فيها خازوق وانت تقول في دماغك اه يا عم انا مش بستخدمها اصلا، او ان انا مثلا انا الويب سايت بتاعي المكتوب ده مكتوب بايثون او مكتوب بي اتش بي. طب ما هو مكتوب بي اتش بي، بتروح انت تحط السبورت بتاع البايثون ليه؟ او بتنستول السبورت للبايثون ليه مع الاباتشي؟ يعني ليه تنستول الموديولز اللي مالهاش لازمه عندك دي؟ خلاص؟ فانت ما تحاولش تلبس نفسك بنفسك يعني، خلي دايما ايه؟ ها وانت شغال اختار الباكجز اللي انت محتاجها فقط. ماشي؟ خلينا متفقين على حاجه زي كده. طيب كلام جميل. تعالى كمان نروح للترمينال بتاعنا وتعالى ايه؟ انستول الكلام دون. هو ليه الترمينال عندي مش شغال؟ اهو تعالى نكونكت كده على ال سيرفرز اللي موجوده عندي. تمام، انا عندي مكنه سيرفر وعندي مكنه كلاينت. تعالى كده انستول الاباتشي يام انستول اتش تي تي بي دي، انا مش فاكر هو كان انستول. طيب كان انستول ده عندي قبل كده، كان انستول ده عندي قبل كده لو انت فاكر. كنا عملنا انستول من كام يوم. طيب كلام جميل. الاباتشي قلنا بيلسن على بورت كام؟ 80443. طيب الاول سيستم كنترول ستاتس اتش تي تي بي دي، ها خليك فاكر، طالما عملنا انستول السيرفيس فاحنا اول حاجه هنعملها هنعمل ايه؟ ها اتاكد ان هي اب وتاكد ان هي انيبل، ماشي كده؟ فانا ممكن اقول له كده سيستم كنترول انيبل اتش تي تي بي دي. ايه كمان؟ سيستم كنترول ستارت اتش تي تي بي دي. خلاص كده؟ طيب حاجه بس عايز اقول لك عليها، ان الاباتشي على ريد هات والريد هات بيز ديستريبيوشنز هتلاقي اسمه اتش تي تي بي دي، ماشي كده؟ الاباتشي هتلاقي اسمه اتش تي تي بي دي. لو انت شغال ديبيان او اوبونتو
هتلاقي اسم الاباتشي اسمه اباتشي 2 خلاص كده عشان ما تلخبطش، هما الاثنين واحد. يبقى لو انت شغال ديبيان او شغال اوبونتو هتلاقي اسمه اتش تي تي بي 2، اسف اتش تي تي اسف اباتشي 2. لو انت شغال ريد هات او ريد هات بيز هتلاقي اسمه اتش تي تي بي دي، والاثنين حاليا بيدعموا الاباتشي فيرجن 2 خلاص كده. من اسمه حتى على ديبيان هتلاقي اسمه اباتشي 2. ف ليه اسمه اباتشي 2؟ لان كان في نسختين من الاباتشي، الاباتشي 1 او الاباتشي العادي، وبعد كده الاباتشي اتعمل له او الاباتشي ووز ريتن من سكراتش يعني من البدايه، فسموه الاباتشي 2 خلاص. يعني الاباتشي كان اتكتب من اول وجديد خالص تقريبا، ماشي كده. طيب كلام جميل. بالمناسبه بس حاجه كمان عايز اقول لك عليها كده، يام جروب ليست مش عارف الاقيها هنا في موجوده هنا هي الحمد لله. طيب كلام جميل. في عندي يا سيدي، ايوه بص لي كده، في عندك كده يام جروب اسمها بيزك ويب سيرفر خلاص. انت ممكن تنستول الاباتشي، بس الاباتشي هيديك سبورت، الاباتشي لوحده كده هيديك سبورت للملفات اللي مكتوبه HTML. الاباتشي لو قلت له انستول الاباتشي بس، انستول باي ديفولت هيديك سبورت لايه؟ ها؟ للحاجات اللي مكتوبه HTML خلاص. هتلاقي في كده في باكج جروب اسمها بيزك ويب سيرفر، تعالى كده نحاول نعمل لها انستول نشوف ايه الباكج اللي موجوده فيها. تعالى كده يم جروب انستول. بيزك ويب سيرفر دي، بص كده لما جيت اقول له انستول لي بيزك ويب سيرفر راح عمل ايه؟ هتلاقيه راح رايح عمل شويه هيجيب لك شويه باكجز كده. ما شاء الله يعني شويه حاجات كده كتير جابها لك معاك، زي مثلا البيزب 2 سبورت، الكريبت سيت اب لو انت هتنيبل حاجات الانكريبشن عندك. ايه تاني ايه تاني؟ تي سي بي دم انزب. فين فين فين؟ راح عمل لك سبورت لايبرريز بتاع الجي بي جي عشان لما تيجي تعمل ريندر للصور عندك من الاباتشي خلاص. XML RPC ماشي كده، يعني دي most common libraries اللي موجودة مع الاباتشي. فشايف بيقول لك ايه خلاص. طيب في حاجة تانية اعمل نوم هنا كده، يام جروب ليست. فين؟ مش موجود، هو بس بيزك ويب سيرفر الموجود، هو بيزك ويب سيرفر الموجود. طيب ما علينا. انا كنت عايز اوريك حاجة بس مش موجودة في سنتوس 7، مش موجودة في سنتوس 7. بس عادة يعني كان بيكون في جروب اسمها كده، مش بيزك ويب سيرفر، بيكون اسمها ويب سيرفر بس. كنت بتلاقي دايما الجروب دي بتديك سبورت بقى للبي اتش بي ومش عارف، وسبورت للبايثون، وسبورت مش عارف لايه، وسبورت لايه، شويه حاجات كتيره قوي كده خلاص. البيزك دي تديك البيزك سبورت بس. ما علينا، نرجع تاني لموضوعنا. فتعالى كده ايه، احنا مش محتاجينها اساسا. بالمناسبه لو عايز تنستول السبورت بتاع اي حاجه تانية كنت اقول له كده يام سيرش كده الاول اتش تي تي بي دي، او خليها اتش تي بي دي الاول ونشوف ايه اللي موجود. بص لي بقى كميه الباكجز اللي موجوده لل اتش تي تي بي دي. دي البيزك باكجز اللي موجوده عندك،
ال HTTP سيرفر والديفلوبمنت والمانيوال والتولز، حاجات بسيطه جدا. طيب هتقول لي امال انت عمال تقول لي يا عم ده في سبورت مش عارف لايه، لا اقول لك تعالى بقى كده يم سيرش كده اباتشي وبص بقى على ايه الحاجات عينك ما تشوف الا النور. هنا شايف باكجز قد ايه، كل دي موديولز بالمناسبه. فاكر لما كنت بقول لك الموديولز والحاجات اللي اتضافت للاباتشي، كل دي موديولز. خلاص كده طبعا ضيف على كده بقى ان كل سكريبتنج لانجويج سبورتد باي اباتشي هتلاقي لها ايه، او حتى بروجرامنج لانجويج زي الجافا مثلا عينك ما تشوف الا النور معاها. لو انت جيت دورت هنا كده مثلا حاجه زي البي اتش بي، شايف كل الكلام دون هتلاقيه موجود معاه. ده بس للبي اتش بي. خلاص لو عايز تدور على البايثون مثلا وروح دور على البايثون سبورت هتلاقي في كمية لايبراريز. اطلع فوق كده ثانية واحدة، في كمية لايبراريز هنا يعني ما شاء الله، عينك ما تشوف الا النور معاها. خلاص طيب ما علينا، نرجع تاني لموضوعنا. احنا دلوقتي عملنا انستول الاباتشي، الاباتشي يبدا يسيرف ملفاته منين؟ بيسيرف ملفاته من var www.html. ده المكان اللي الاباتشي بيعمل ايه؟ ها بيسيرف الملفات بالنسبه للمستخدمين. طب احنا عملنا انستول للاباتشي عشان اليوزر يقدر ياكسسه، اليوزر لسه محتاج ايه؟ ها ان الفاير وول يسمح بالكونكشن ده، فانت محتاج تقول له فاير وول cmd داش داش اد بورت، او بلاش اد بورت خليها اد سيرفيس. بمجرد ما قلت له كده اد سيرفيس ممكن تحددها له هنا زي مثلا http، وممكن تخليها كمان داش داش بيرمننت. كده انت سمحت البورت 80 خلاص، وخليته كمان سيفد حتى بعد ما تعمل ريبوت. طيب ممتاز جدا. ممكن تيجي هنا بقى الناحيه الثانيه هنا وايه وتبدا تاكس الاباتشي دون. ممكن اقول له هنا روح يا عم 192 168 دوت 21 133 اهون. بمجرد ما جيت حاولت تروح هتلاقي صفحه كده تيستنج ظهرت لك ضربت في وشك، تيستنج 1 2 3 وجايب لك ايه شويه كلام كده قدامك. ايه يا عم الصفحه دي؟ هتقول لي انا ما كتبتش اي صفحه والله ولا عملت اي هوست. هقول لك بكل بساطه الصفحه دي صفحه تيستنج معموله بس فقط عشان تخليك تتاكد ان الاباتشي بتاعك موجود. طب الصفحه دي جت منين؟ مالكش دعوه جت منين في الوقت في اللحظه اللي احنا فيها دي، كمان شويه هتعرف جت منين. بس الصفحه دي هتجيلك لو الاباتشي بتاعك انستولد بس لسه ما فيش ملفات او لسه ما فيش اي حاجه يقدر يعمل لها هوست موجوده في var www.html. يعني ايه؟ يعني انت المفروض تروح للمكان ده كده وتبدا تاخد الكود بتاعك اللي انت كاتبه تحطه فين؟ تحطه في المكان ده. طب لو انت مش حاطط اي كود، مش حاطط اي حاجه HTML ولا PHP ولا باي لغه اساسا، ايه اللي هيحصل عندك؟ ها هيديك صفحه التستنج دي تشوفها، يبقى لو انت مش عامل اي حاجه. طيب بالمناسبه لو انت جيت كده عملت صفحه وسميتها index.html هنا وجيت كتبت له فيها اي حاجه هنا، خلاص تعالى هنا كده وجيت عملت ريفريش المره دي، ايه اللي حصل معاك؟ ها ايه ده؟ صفحه التستنج راحت. ايوه يبقى لو انت جيت وحطيت صفحه اندكس هنا وليه اندكس اتش تي ام ال، ليه الاسم ده بالذات؟ هتعرف ليه كمان شويه. خلاص يبقى خليك دايما فاكر الاباتشي زي ما كان الاف تي بي بيهوست الفايلز من فار اف تي بي، الاباتشي بيهوست الفايلز بتاعته من مين؟ منين؟ من var www.html. ها حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ ها
اي سؤال. افتح بس الشباك ثواني. طيب لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله في اللي احنا قلناه؟ ها حد عنده اي مشكله؟ ممتاز. طيب ملفات الكونفيجريشن يا سيدي بتاع الاباتشي موجوده فين؟ ملفات الكونفيجريشن بتاعه الاباتشي موجوده في etc/httpd. المكان ده هو المكان اللي فيه كل ملفات الكونفيجريشن الخاصه بالاباتشي، ماشي كده؟ تمام. وقبل اللي موجود جوه الدايركتوري ديا ملف الكونفيجريشن الرئيسي، ملف الكونفيجريشن الرئيسي هتلاقيه موجود في conf واسمه httpd.conf. ملف الكونفيجريشن الرئيسي هتلاقيه موجود في الدايركتوري اللي اسمها conf httpd.conf. لو فتحت ملف الكونفيجريشن الرئيسي هتلاقيه دايما اي حاجه بتبدا في الملف ده بتبدا بكلمه او اي حاجه بتبدا في الملف ده بهاش هي عباره عن كومنت. خلاص كده؟ اي حاجه في الملف ده هي عباره عن كومنت. تمام؟ طيب كلام جميل. تعال نبص عليه كده. بيقول لك سيرفر روت، سيرفر روت ده تعال نبص دي ما فيش كومنت معناها ان هي ايه؟ ده كونفيجريشن دايركتيف. طيب كلام جميل. الاباتشي بقى يا سيدي الكونفيجريشن بتاعه، الكونفيجريشن بتاع الاباتشي ها الكونفيجريشن بتاع الاباتشي متقسم لاجزاء. الكونفيجريشن بتاع الاباتشي متقسم لاجزاء. الجزء الاولاني اللي هنتكلم عنه الخاص بالمين سيرفر. ايه المين سيرفر ده؟ بص خليك دايما فاكر زي ما قلت لك ان الاباتشي ممكن يهوست اكتر من ويب سايت على نفس السيرفر. تمام؟ فانت في عندك في جزء خاص بالمين سايت وفي جزء تاني خاص باي سايت تاني. السايتس التانية بنسميها الفيرشوال هوستس. ماشي؟ يبقى جزء الكونفيجريشن الاولاني خاص بمين؟ ها؟ خاص بالمين سيرفر. تمام؟ اللي هو السيرفر الاولاني، السيرفر اللي بيتعمل له هوست فار www.html. ماشي كده؟ طيب هنبدا الكونفيجريشن دايركتيفز بتاعته. الاول بيقول لك السيرفر روت موجود فين. السيرفر روت اللي هو المكان اللي فيه الكونفيجريشن بتاعك، قال لك موجود في etc/httpd. خلاص. طيب حلو، تعالى كده في عندك هنا اوبشن تاني اسمه ليسن 80. ليسن 80 ده عشان يقول للاباتشي انت هتلسن على بورت كام. ماشي. طيب الحاجه اللي بعدها هتلاقي الجزء اللي بعدها خاص بايه؟ بالدايناميك شيرد اوبجكت. طيب ايه الدايناميك شيرد اوبجكت ده؟ الاول قبل ما اقول لك اي حاجه هتلاقي في دايركتيف كده هتشد انتباهك اسمها انكلود. خلاص هتلاقي في دايركتيف كده اسمها انكلود. ايه موضوع انكلود ده؟ بص لي كده، بدل ما يخلي ملف الكونفيجريشن بتاع الاباتشي طوله 40 50 متر وتقعد تجري جوه الملف يعني الى ما شاء الله يعني ربنا يديك الصحه فيه، عمل ايه؟ قال لك بس بص يا عم انا هسهل عليك الدنيا قوي، انا اي حاجه هحب احطها في الملف دون انا هحاول اصغر حجم الملف ده قدر الامكان، واي حاجه هحاول احطها فيه هنده عليها من الملف ده. خلاص هتنده عليها ازاي؟ قال لك هعمل لها حاجه اسمها انكلود، واقول لك انكلود مكانها موجود فين؟ في conf modules دي. مين conf modules دي دون؟ بص لي ارجع مره ثانيه هنا كده. conf موديولز دي ديم هتبقى موجوده فين؟ هتبقى موجوده فين؟ ها في etc/httpd جوه الفولدر اللي اسمه conf دوت موديولز دوت دي. شايف؟ وعايز ينده على اي ملف استريك معناها اي ملف بس المهم يكون امتداده دوت conf. وصلت؟ ها وضحت الحته دي؟ طب تعال نقفل الملف ده كده ثانيه واحده وتعال نروح نبص عليه. vim conf
دوت موديولز دوت دي، بص لي عندي كده هتلاقي فيه شويه ملفات كونفيجريشن تانيين، هتلاقي فيه ملفات كونفيجريشن تانيين وكل واحد فيهم تعداد دوت كونف. طب ملفات الكونفيجريشن دي ايه؟ قال لك دي الملفات اللي بتلود الموديولز بتاعه الاباتشي. اهيا شايف كميه موديولز بتعمل لها لود، موديولز الاوثنتيكيشن، موديولز مش عارف للكاش، كاش اون ديسك، موديولز مش عارف للانفايرومنتال موديولز، موديول مش عارف الفلتر موديول لللوج. خلاص شايف كميه موديولز عندك ما شاء الله، يعني ربنا يديك الصحه عليهم. موديولز الفيرتشوال هوستس، فيرتشوال هوست الياس، فيرتشوال اليوزر داير. خلاص فكميه موديولز كتيره جدا موجوده عندك. طيب تعال نبص على واحد تاني نفس الحكايه، 00 dev.conf، كل ملف فيهم بيعمل لود لشويه موديولز موجوده، وبالمناسبه كل موديولز بيعمل حاجه معينه. خلاص يعني لو رحت مثلا على الموديول اللي اسمه وليكن بروكسي دوت كونف، بروكسي دوت كونف دون ده عشان ايه؟ لو حبيت تنيبل حاجه مثلا زي ريفرس بروكسي، ماشي خلاص كده. طيب ما علينا، نرجع تاني لموضوعنا، نرجع لملف الكونفيجريشن الرئيسي بتاعنا تاني. يبقى خلينا متفقين ان لما الاباتشي هيحب ينده على اي كونفيجريشن معين هيعمل له انكلود وينده عليه ويريح دماغه. خلاص هكلمك على موضوع الريفرس بروكسي كمان، ما تستعجلش. الريفرس بروكسي تعال ثانيه واحده، ثانيه واحده بس كده. البردو سنيرو. بص يا سيدي، انت في العادي الاباتشي بتستخدمه عشان ايه؟ ها الاستخدام الطبيعي بتاع الاباتشي ان ده السيرفر بتاعي، السيرفر ده موصله بلوكال نتورك او بالانترنت صح، وهنا عندي المستخدمين بيحاولوا يخشوا يشوفوا الويب سايت بتاعي صح، تمام كده. المستخدمين بيطلبوا الويب سيرفر، الويب سيرفر بيرد عليهم، بيرد عليهم بحاجه اسمها HTML. البراوزر بتاع الراجل ده مفتوح هنا كده وعمال يتفرج، البراوزر بيلاقي حاجه جايه له HTML بيقدر يعمل لها انتربريت ويرسمها لك على الشاشه قدامك في شكل ايه؟ صفحه ويب بيج عندك بس كده. خلاص ده كده ويب سيرفر عادي جدا من غير اي مشكله، تمام كده. طيب ايه موضوع الريفرس بروكسي ده؟ موضوع الريفرس بروكسي ده بسيط جدا. بص كده حط السيناريو ده عندك، حط السيناريو ده عندك، الشبكة بتاعتك كبرت جدا خلاص، او انت عندك شوية سيرفرات داخليين موجودين هنا، دي الشبكة الداخلية بتاعتك اهو، وعندك سويتش في النص موصل سيرفراتك هنا على السويتش ده. السيرفرات دي ممكن تكون بتلسن على نان ستاندرد بورتس مثلا، حلو، يعني واحد فيهم بيلسن على بورت 8080، واحد فيهم بيلسن على بورت 9030. انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تكونفيجر الاباتشي السيرفر بتاعك ده، وصله معاهم بقى كده، وتكونفيجر ان هو يبقى حاجه اسمها ريفرس بروكسي. ايوه هيعمل ايه يعني بالصلاه على النبي؟ بص الراجل هيجي يطلب مين؟ هيطلب الراجل البابليك ده، البابليك ده يشوف الريكوست كان مطلوب لمين بالظبط، ويروح هو باعت الريكوست للويب سيرفر ده. خلاص كده؟ طب افرض انا كنت مش عارف طالب حاجه ثانيه، يعني انا كنت طالب ويب سايت ثاني بس في الاخر برميني على السيرفر ده، هيروح هو شايف الريكوست اللي انت كنت باعته رايح فين بالظبط؟ ويروح بعتك لسيرفر تاني. ها وضحت كده؟ ده ملوش علاقه بالفيرشوال هوستس، ملوش علاقه بالفيرشوال هوستس اطلاقا.
الفيرشوال هوستس حاجه وده حاجه تانيه. الفيرشوال هوستس انت بتهوست اكتر من ويب سايت على نفس المكنه، ماشي كده؟ لكن الريفرس بروكسي لا، الريفرس بروكسي مختلف في ايه؟ ان الويب سيرفر بتاعك زي ما هو، او انت عندك مجموعه ويب سيرفرز في الشبكه الداخليه بتاعتك اهي، الويب سيرفرز دول كل واحد فيهم بيعمل حاجه معينه، واحد مثلا بيلسن، او كل واحد فيهم حتى بيلسن على ستاندرد بوت، ده اشهر استخدام للريفرس بروكسي بالمناسبه. طيب هتروح جايب الاباتشي كده تحطه كفرونت اند هنا وتوصله بالانترنت وتخلي المستخدمين يجوا لك يحاولوا يكونكت على الاباتشي بتاعك ده، ماشي كده؟ انت مثلا ممكن تكونفيجر الاباتشي ده، انت هتكونفيجر الاباتشي صاحبك دون، تقول له لو الراجل جاي لك lmustafa.com/work اي حاجه هنا ابعته للسيرفر الاولاني، ولو جاي لك lmustafa.com/work اسف سلاش داتا مش عارف ايه ابعته للسيرفر التاني. وصلت؟ ها وضحت الحته دي؟ طبعا ده لا يمنع ان انت ممكن تعمله اكتر من ويب سايت، يعني لنفس الويب سايت ده اشهر مثال موجود، ممكن تعمله اكتر من ويب سايت بالظبط، عامل زي البواب، اعتبره زي البواب بالظبط. خلاص ليه اتسمى ريفرس بروكسي؟ ليه اتسمى ريفرس بروكسي؟ ممكن اقول لك على الحته دي كمان. تعالى كده نفتح صفحه جديد. ايوه ماشي. بص يا سيدي، عادة بروكسي بيكون موجود بالمنظر ده، ده الانترنت، ده البروكسي سيرفر، لسه هنتكلم على البروكسي سيرفر ونعمل له امبلمنتيشن في المستقبل. البروكسي سيرفر بيكون واصل من الشبكه الداخليه دي شويه سويتشات، والمستخدمين ورا البروكسي. جم يطلعوا انترنت، هو بيقف في النص يشوف، ها واحد فيهم فاتح موقع بورن، لا يا عم اقفل الموقع ده على اهله. واحد فيهم فاتح موقع وليكن سوشيال ميديا زي مش عارف فيسبوك ولا تويتر، لا لا اقفل عليه. خلاص كده؟ فانت بص كده هتلاقي في السيناريو دون ان اليوزر والبروكسي او اليوزر مش هيوصل للانترنت الا عن طريق مين؟ ها؟ الا لازم يعدي فين الاول؟ لازم يعدي على البروكسي، والانترنت بعد البروكسي، شايف؟ ها الانترنت اهو قبل او اسف البروكسي قبل الانترنت، معلش البروكسي قبل الانترنت، لكن مع الريفرس بروكسي العكس تماما، ده الانترنت اليوزر هنا، وبعد الانترنت هتلاقي السيرفر هنا، وورا طبعا في سيرفرات داخليه واصله ورا هنا، طبعا اكيد في سويتش في النص واصل بينهم، يعني ده شيء منطقي. بس بص هنا السيناريو، اليوزر بيعدي على الانترنت قبل ما يوصل للسيرفر ده، عشان كده اسمه ريفرس بروكسي. ها وضحت الحتة دي ولا في مشكلة؟ ها وضحت؟ طيب شيء ممتاز، نرجع تاني مرة تانية بقى. ماشي، عندك دايركتيفز تانية زي اليوزر اللي هيرن الاباتشي، اليوزر اللي هيرن الاباتشي، خلاص؟ اليوزر اللي هيرن الاباتشي اسمه ها اباتشي، والجروب اسمها برضو اباتشي. ايه ده؟ فاكر لما كنت بقول لك من زمان، يمكن اول مره او اول سيشن او تاني سيشن، لما قلت لك ان لما تيجي ترن السيرفيس هترنها بصلاحيات ها يوزر تاني ملوش اي صلاحيات، فاكر الحكايه دي؟ ايوه سيرفيس يوزر، ممتاز. نيجي بقى الحته اللي قلت لك عليها، ان الاباتشي عندك الكونفيجريشن متقسم لاجزاء، الجزء الاولاني المين سيرفر كونفيجريشن، خلاص؟ طيب تعالى هنا كده، تعالى عشان اكلمك
الاباتشي عندك متقسم لثلاث اجزاء، خلاص. في عندك الجلوبال كونفيجريشن، في عندك المين سيرفر كونفيجريشن، وفي عندك الفيرتشوال هوستس كونفيجريشن. اللي هتلاقيه في الجلوبال كونفيجريشن هنا حاجات بسيطة جدا، زي مين اليوزر اللي المفروض يرن الاباتشي، وايه الجروب كمان اللي هترن الاباتشي، ايه البورت اللي هيلسن عليه، خلاص كده، ايه الموديولز اللي بيعمل لها لود، بس كده، خلاص. الحاجات اللي هتأثر على الاباتشي كله على بعضه كده، سواء مين سيرفر او فيرتشوال هوستس بشكل جلوبال. طيب المين سيرفر، المين سيرفر هتلاقي فيه الكونفيجريشن الخاص بالملفات اللي هيعمل لها سيرف منين، من var www html. طب الفيرشوال هوستس دون، الفيرشوال هوستس ده انت لسه هتديفاين الفيرشوال هوستس بايدك كمان شويه، يعني لسه لحد دلوقتي مفيش عندنا اي فيرشوال هوست، احنا لسه هنديفاين ونقول الفيرشوال هوست ده هيكون هيسيرف الملفات منين، هيسيرف الملفات اللي مكانها فين، خلاص كده. ها وضحت النقطه دي. الجزء اللي احنا بصينا عليه كان مين، ها الجلوبال كونفيجريشن. تعال نبص على الجزء بتاع مين، المين سيرفر كونفيجريشن. يلا يا عم كده، المين سيرفر كونفيجريشن بقى، المين سيرفر كونفيجريشن ممكن تحط له هنا كده مين يا عم، السيرفر ادمن. ايه السيرفر ادمن ده؟ حد فيكم جرب قبل كده يفتح اي ويب بيج ويطلع له ايرور في الويب بيج دي، يقول لك انا مش عارف الود الويب بيج او في مشكله فيها، ها، او ان السكريبت اللي بترن دي حصل لها ايرور؟ اعتقد كلكم قابلتوا موقف زي ده قبل كده، ايوه. فانت بتلاقي في الصفحه دي من تحت كده بيقول لك بليز كونتاكت سيرفر ادمن او سيرفر ادمنستريتور، وبتلاقي حاطط لك الميل بتاع السيرفر ادمنستريتور، خلاص. فانت ممكن تيجي هنا كده وتقول له لا يا عم عدل لي الكلام دون، انا هغير الميل بتاع السيرفر ادمن اللي المفروض يظهر للراجل لما يحب، او لما تحصل، ها لما تحصل مشكله، خلاص. ممكن اسميه مثلا support@mustafa.com، خلاص كده. طيب بعد كده السيرفر نيم، السيرفر نيم دايركتيف عشان تحط فيه ايه، ها اسم السيرفر بتاعك. احنا كده كده اصلا فوق السيرفر نيم وجنبه 80، هو انا محتاج احط 80 هنا مره ثانيه؟ ما انا كده كده اصلا في الجزء الجلوبال قلت له ايه، ها قلت له انت بتلسن على بورت 80، فانا مش محتاج اقول له ايه لسن على بورت 80 مره ثانيه. وممكن اجي ادي للسيرفر بتاعي اسم كده بس، خلاص، ها ماشي. يبقى ده الاسم بتاع مين، ها المين سيرفر بتاعي. طيب كلام جميل. بعد كده الديناي اكسس، ايه بقى اللي موجود؟ بص الاباتشي فين الاسم ده، ده اسم، انا بحط اسم للمين سايت بتاعك، عشان لما الراجل يجي يطلبه في البراوزر المفروض الراجل يطلبه بالاسم ده. يعني انت لما تيجي هنا كده في البراوزر ده وتيجي تقول له www.mustafa.com، ماشي كده، بس لا اكتر ولا اقل. طيب فاكر لما عملنا تشينج روت للاف تي بي، ايوه لازم الدومين يكون موجود على الاي بي برضه. بالمناسبه خلي بالك الجزء ده يعتمد على، او الحته دي تعتمد على جزئين، الجزء الاولاني عند السيرفر ان انت تعرف الهوست نيم، الجزء الثاني عند الكلاينت ان الكلاينت يقدر يريزولف الهوست نيم ده. ما هو فرضا ان الكلاينت بيحاول ياكس الويب سايت ده، بس الكلاينت نفسه مش قادر يعمل ريزولف، هيوصل ليه ازاي اساسا؟ خليك فاكر ان لسه في جزء تاني، او انت المفروض يكون في عندك دي ان اس سيرفر، الدي ان اس سيرفر ده يعمل لك ايه؟ ها ريزولف الاسم ده، تمام كده؟ ممتاز جدا. طيب نرجع تاني لموضوعنا بقى،
فاكر لما عملنا التشينج روت انفايرومنت مع الاف تي بي؟ حد فيكم فاكر؟ عملنا تشينج روت للاف تي بي ليه؟ عشان الناس ما يتفسحوش في السيستم. طيب مع الاباتشي برضه اول حاجه الاباتشي هيعملها هيديناي اكسس لمين؟ قال لك للدايركتوري اللي اسمها سلاش. انا مش هاوفررايد اي اوبشن خالص، وكل حاجه عندي هعمل لها ديناي بالبلدي كده بكل بساطه. بكل بساطه انا بخلي الاباتشي يديناي الاكسس للفايل سيستم كله كامل. ماشي كده؟ يعني انا بقول للاباتشي امنع ان اي حد او امنع اكسس للفايل سيستم كامل، ده للسكيورتي بتاعتك بالمناسبه. وبعد ما همنع كل حاجه هروح اقلو بس، ها هقلو مين؟ الايه؟ انا لسه هعمل لها قلو تحت بالمناسبه، اهي الحته اهي هعمل لها قلو في الجزء ده. وصلت؟ ماشي. طيب ارجع مره تانية، جه قال لك الدوكومنت روت. الدوكومنت روت اللي هي فين الملفات اللي هتعمل لها سيرف؟ الدوكومنت روت هي المكان اللي هتعمل سيرف منه الملفات ال HTML او ملفات ال PHP او ايا كان عندك، خلاص. بعد كده قال لك var www انا هعمل لها allow require all و granted، الاكسس بتاعها granted. ماشي، ليه المكان ده انا عامل له اكسس جرانتد؟ بص لي كده، لو جيت تعمل ls var www بص لي كده ايه اللي جواه؟ مفيش جواه اي حاجه باي ديفولت. طب ايه اللي هيكون موجود جواه؟ يعني ايه اللي ممكن يتحط جواه؟ بص كده، يم انستول httpd manual. برضه مفيش جواه اي حاجه، فوجودها هنا بالذات او وجودها هنا في المكان دون حتى الان، حتى الان زي عدمه، حتى الان وجودها زي عدمه، يعني دي كده ملهاش اي لازمه، خلاص. طيب نرجع لايه؟ خليك فاكر حتى الان، وحطها بين 50 قوس كده، ماشي. الدايركتري بقى اللي عليها العين دلوقتي حتى الان اللي هي مين؟ var www html. بص لي كده حط معاها اوبشن اسمه اندكسز. ايه اندكسز ده؟ فاكر لما جيت عملت صفحه اللي اسمها اندكس اتش تي ام ال؟ ايه صفحه الاندكس دي؟ اندكس دي بكل بساطه هي الصفحه الرئيسيه المفروض تكون بتاع الويب سايت بتاعك. الاندكس دي المفروض تكون الصفحه الرئيسيه بتاع الويب سايت بتاعك، ماشي تمام. ومعاها اوبشن كمان فولو سيم لينكس، يعني فولو سيمبوليك لينكس. يعني ايه؟ يعني لو انت عملت سوفت لينك لملف هيخلي الاباتشي يروح ورا الملف ده عشان يعمل له سيرف كمان. طيب كلام جميل. ها هل في اي اوبشن عايز تعمل له اوفر رايد؟ لا مش هاوفر رايد اي حاجه، وهدي له ريكواير اول جرانتد، معناها ان الاكسس للدايركتوري دي جرانتد. ها في مشكله كده؟ طيب اللي بعده الدايركتوري اندكس. اسم الدايركتوري اندكس بتاعك اسمه ايه؟ ها index.html. عشان كده لما جيت عملت ملف سميته بالاسم ده من شويه لو انت فاكر. طب افرض انت ما فيش عندك index.html، يعني لو انت جيت هنا كده، تعالى وجيت اقول له mv index.html وخليته لي بس index.htm بس، وجيت تعمل ريفرش للصفحه دي، ايه ده؟ رجع لصفحه التستنج مره تانية. ده ليه؟ ها ليه الحكايه دي حصلت؟ لان الدايركتوري موديول الدايركتوري اندكس بتاعك، ها ماله؟ بيبص بس على الملفات اللي اسمها
index.html. طب انا ممكن اقول له كمان بص على الملفات اللي اسمها index.htm او الملفات اللي اسمها index.php. خلاص تعال هنا كده عندي وجيت اقول له system control restart لل HTTP دي. ماشي كده فين 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 يا سيدي، نجرب هنا. بص لي المره دي ايه اللي حصل، رغم ان ما كانش عندي index.html، ده الملف اللي عندي اسمه دلوقتي ايه، index.htm. بص عليه برضو اهو، بص عليه برضو عمله سيرف اهو. طيب كلام جميل. بص عليه ليه؟ لاني قلت له هنا الاندكس بتاعك دور الاول على index.html، لو ما لقيتوش روح دور على مين؟ ها على index.htm. طب لو ما لقيتوش روح دور على مين؟ على index.php. بالمناسبه الترتيب هنا زي ما انت كاتبه له، يعني لو لقى ملفين، واحد اسمه index.html والتاني اسمه index.php، ها هيجيب اي واحد فيهم الاول؟ اللي انت كتبته له الاول. يعني لو ماشي حسب الترتيب بتاعنا ده هيدور على ده الاول، لقاه هيعمل له سيرف، ما لقاهوش هيشوف اللي بعده، لو ما لقاهوش هيشوف اللي بعده، لو ما لقاهوش هيشوف اللي بعده، وهكذا لحد ما يلاقيش اي واحد من الاندكس بيجز. هيعمل ايه؟ اوتوماتيك هيجيب لك صفحه التست لو ما لقاش اي اندكس بيج. خلاص. بالمناسبه يعني بمناسبه لو انا جيت حبيت اعقد لك الدنيا هنا لسميهولي اندكس بس كده خلاص، وجيت اعمل براوز اكيد هيجيب لي صفحه التستنج، شيء منطقي. بس لو انت جيت هنا كده انت محتاج تقول له ايه العنوان، لازم تديله اليو ار ال كامل، لازم تديله اليو ار ال، فدي مشكلة في حد ذاتها. يعني تفتكر ان كل واحد بيكتب، يعني انت لما تيجي تروح لأي ويب سايت تفتكر ان الطبيعي لما تيجي تروح مثلا لويب سايت زي يوتيوب مثلا، ها لو جيت تقول له كده يوتيوب بتكتب له يوتيوب سلاش مش عارف اندكس دوت اتش تي ام ال ولا اندكس دوت بي اتش بي، تفتكر ده الطبيعي ولا بتكتب له عنوان بس على طول؟ ها طبيعي بتكتب له عنوان بس وهو اوتوماتيك بيعمل لك ريدايركت على اي صفحه، الصفحه الرئيسيه. فانت حط في اعتبارك حاجه زي كده، ما تحاولش تعذب الناس اللي موجودين معاك او الناس اللي هيشوفوا الاباتشي بتاعك او الويب سيرفر بتاعك. خلاص كده ماشي. يعني حاول دايما يكون الاندكس بيج بتاعتك هي الصفحه الرئيسيه. ارجع مرة ثانية. الحمد لله. فهو في عندك بقى طبعا شوية دايركتيفز ثانية لسه هنجيلها وهنشتغل عليها، اللي هو بيديناي ال HT access. ال HT access وال HT password files عبارة عن ملفات بتستخدمها عشان تسكيور الاباتشي. لو عايز مثلا تبروتكت دايركتري معينة بيوزر نيم وباسورد. ماشي، وهنعمل لاب على الجزء ده، هنعمل لاب على الجزء ده. ماشي. طيب اللي بعده الايرور لوج، المكان اللي فيه اللوجز بتاعتك اللي فيه الايرورز. طبعا اللوجز بتاعتك هيتعمل لها لوج فين؟ اكيد في فار لوج، ها فار لوج اتش تي تي بي دي اهو. تعالى هنا كده لس فار لوج اتش تي تي بي دي، ده المكان اللي فيه مين يا عم؟ ها اللي فيه اللوجز بتاعتك. هتلاقي باي ديفولت عندك ملفين، الاولاني اسمه access.log وهتلاقي متخزن فيه مين اللي اكسس السيرفر بتاعك واكسسه من انهي اي بي. تعالى هنا كده قال لك الاي بي ده يوم كذا الساعه كذا، حاول يعمل ايه وال كمان اسمه البراوزر بتاعه اهون ونسخه الاوبريتنج سيستم بتاعته كمان
حاول يعمل ايه، حاول يطلب الاباتشي بتاعك خلاص. وبيقول لك الراجل ده حاول يجيب مين، جيت ها جيت ايه جيت سلاش، يعني حاول يجيب مين الصفحه الرئيسيه بتاعتك، كل الحاجات اللي انت طلبتها هي ماشي. ممكن عندك مثلا اهو بيقول لك جيت سلاش اندكس، مش ده اللي انا عملته من شويه؟ مش عرفت تكتب صفحه اندكس من شويه؟ شايف تمام كده؟ طيب كلام جميل. في عندك كمان حاجه تانية اسمها ايرور دوت لوج، وهتلاقي فيه الايرورز اللي حصلت عندك الخاصه بالاباتشي ماشي، وهتلاقي فيها البلاوي كلها هنا. الاوتو اندكس ايرور بيقول لك نو ماتشنج دايركتوري اندكس، لما جيت من شويه اطلب الاباتشي وما لقاش الدايركتوري اندكس الاساسي بتاعك او الرئيسي بتاعك، اللي هو لما ما لقاش اندكس دوت اتش تي ام ال ولا اندكس دوت اتش تي ام ولا لا اي حاجه تانية مش كده. ها طيب كلام جميل، نرجع مره ثانيه. هو يبقى ده المكان اللي فيه الايرور لوج بتاعك، موجود في لوجز ايرور لوج، واللوج ليفل بتاعك وورنينج خلاص. وبيقول لك هنا اللوج ليفلز اللي انت ممكن تحطها عندك، ديباج انفو نوتس وورنينج ايرور كريتيكال وهكذا خلاص. الموديولز بتاعتك كمان، اللوج موديول، اللوج فورمات نفسه، ها ده اللوج فورمات، شكل الفورمات بقى عامل ازاي، اللي هو 100% اتش اللي هو الهوست، بعد كده مش عارف ايه، بعد كده الايجنت بتاعه اللي هو البراوزر بتاعه، والريفيرر الراجل ده مبعوت لو في حد عمل له ريفير او في حد هو اللي كان عامل له ريدايركت للصفحه دي خلاص. وده اللوك فورمات اهون للكومن لوجز بتاعك ماشي. ايه تاني يا سيدي؟ في عندك كمان الاكسس لوج، فاكر لما قلت لك ان في عندنا ملفين، في عندي الكومن لوج وفي الاكسس لوج خلاص. في عندك سكريبت الياس سي جي اي بن اهون، الياس موديول، لسه هنتكلم على السي جي اي او نتكلم على الموديولز كمان اللي هي الخاصه بالسي جي اي تحديدا، وهنحاول نعمل سي جي اي سكريبت. طيب كلام جميل. عندك جزء كمان ده لسه موجود، يبقى لسه عندنا جزء الاوثنتيكيشن، لسه عندنا جزء السي جي اي كمان. في عندي كمان جزء المايم تايبس، المايم تايبس المايم موديول خلاص. وتعالى هنا كده اعمل لك حركه بنت لذينه اللي هي ايه، اد تايب ابلكيشن اكس كومبرس اكس جي زب، ايه يا عم الكلام اللي موجود ده، تعالى كده اعمل لك الحركه دي ماشي، اللي هي ايه ام كي داير وليكن تيست سي دي تيست هنا. وتعالى كده هقول له كده تاتش فايل 1.gzip وفايل 2.pdf فايل 3.gbg خلاص. تعالى نرجع مره ثانيه كده var www.html، لا خليها ATC، تعال روح للكونفجريشن مرة تانية HTTPD، تعالي هنا كده يا سيدي، وتعال نروح للصفحة اللي في الدايركتوري اسمها تيست دي. بص لي كده، أنا عملت دايركتوري اسمها تيست وحطيت فيها ملفات، ها حطيت فيها ملفات إيه؟ بامتدادات معينه ماشي، مفيش اي مشكله. طيب تعال نرجع كده سيدي مره ثانيه، تعال كده اقول له تاتش فايل 4.mb4 وفايل 5.wmv خلاص. ارجع مره ثانيه هنا كده، حاول تعمل له ريلود. ايه ده، بص لي كده عمل ايه، حد فيكم لاحظ حاجه؟ الملفات اللي حاسس ان هي
مضغوطه، بص حط لها ايقونه عامله ازاي، والملفات اللي حط اللي لقاها بي دي اف حط لها ان هي شكلها دوكيمنت، والملفات اللي هي صور خلى لك شكلها كانها صوره، الملفات اللي هي فيديوز اوتوماتيك عمل ديتكت بالاكستنشن، بالاكستنشن خليك فاكر الحته دي، وحاول يجس كده النوع بتاعها ايه وحط لك الايقونه بتاعتها ده بشكل اوتوماتيك لوحده. ايه ده؟ هو جاب الكلام ده منين؟ هو بيسحر يعني ولا ايه بالظبط؟ ها جاب الكلام ده منين؟ ارجع مرة تانية كده. شايف عمل ايه؟ حاول يشوف الانكودنج بتاع الملفات اللي موجودة عندك وايه؟ ويلزقه وحطه عندك. طب هو عارف الكلام ده منين؟ ها؟ عارف الكلام ده منين؟ تعالى كده. فيم كونف ماجيك، بص لي عندي هنا كده، شايف عمل ايه؟ عايز اجيب لك حاجه ريدابل تقدر تقراها. شايف بيقول لك الابلكيشن تايبز اللي موجوده عندك. تعال ندور انا كده على حاجه زي بي دي اف مثلا، حاجه تعرف تقراها. شايف عندك عمل ايه؟ راح شاف الامتداد بتاعه اللي اسمه بي دي اف وحطه في الايه؟ بالشكل ده. اعتبر ان هو ابلكيشن بي دي اف. طيب ام بي 4 او دبليو ام في، عايز اجيبه لك هنا. ملفات الدوكيمنت مثلا، بص قال لك سترينج امتدادات لملفاتها، امتدادها ار تي اف، اعتبرها ان هي ايه؟ ها ابلكيشن ار تي اف. الحاجات اللي امتدادها مش عارف ايه، اعتبرها ان هي فيديو او ام بي اي جي. خلاص كده؟ الحاجات اللي موف اعتبرها فيديو كويك تايم. فشفت ايه اللي عمله؟ حاول يعمل ماب كده سريع، طبعا الملف عندك كبير جدا. خلاص؟ حاول يعمل ايه بكل بساطة؟ لو رجعنا هنا الملف الكونفجريشن بتاعنا مرة تانية، ارجع يا سيدي، حاول يعمل ايه؟ حاول يعمل ماب بكل بساطة لإيه؟ للموست كومن اكستنشنز، وحاول ايه؟ ها؟ وحاول يظبطها عندك كده عشان تظهر لك بشكل زي ده. خلاص بيحاول يؤتو ديتكت نوع الفايل نفسه عشان لما يظهر لك في الصفحه يظهر بشكل مناسب. خلاص كده؟ طيب ماشي. يعني اعتقد النهارده ده جزء كويس جدا في الاباتشي. ان شاء الله بكره هنكمل بقيه الايه؟ الاباتشي. هنحاول نخش بكره في الفيرشوال هوستنج كمان ان شاء الله والاس اس ال. تمام كده؟ لو فاض عندنا وقت بكره ان شاء الله، قبل بعد بكره نحاول كمان نخلص الجزء الخاص بمين؟ ها؟ الاوثنتيكيشن والجزء بتاع السي جي اي كمان، عشان يبقى احنا كده انجزنا الاباتشي وخلصنا منه. تمام؟ هحاول ارفعه من النهارده ان شاء الله، لو حد بس بكره يفكرني ارفع بقيه الفيديوهات اللي كانت ناقصه بقى لها 3 4 ايام، هرفعها لكم بكره باذن الله. ماشي؟ تمام، أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله، وتصبحوا على خير. سلام عليكم.